لست مستعدا أن أعيش بتفضيلات غيري، ولست مستعدا أن أعيش لرضا غيري. ولست مستعدا لأعيش لمرأة غيري. أنا سأعيش وفق قناعاتي، وفق منهجي، وفق هدي، وفق ما أتاه إليه. كلمة واحدة: وفق ديني، وفق ما يرضي ربي. أما بعد أيها الإخوة، أحب فقط أن أدعي إليكم بنصيحة أو بوصاية غالية إن شاء الله أخيرة. في عهد التمثيل هذا الذي نعيشه، وعهد الرياء وعهد التظاهر أيها الإخوة، علينا أن ندرب أنفسنا وأن نوطن ذواتنا أيها الإخوة على أن نعيش بأصالة، على أن نعيش أصلاء أيها الإخوة. لست مستعدا أن أعيش بتفضيلات غيري، ولست مستعدا أن أعيش لرضا غيري، ولست مستعدا لأعيش لمرأة غيري. أنا سأعيش وفق قناعاتي، وفق منهجي، وفق هدي، وفق ما أتاه إليه. كلمة واحدة: وفق ديني، وفق ما يرضي ربي. يرضى من يرضى، يسخط من يسخط، يسخر من يسخر. لن أكون أفضل من نوح أو من محمد أو من فرعون عيسى الذين عاشوا في مسخرة، في سخرية من من أقوام منهم. لن أكون أفضل منهم، فليسخروا منا أيها الإخوة. الآن أصبح الالتزام، أصبح التقى، أصبح الصدق أيها الإخوة، أصبح الوفاء، أصبحت الشفافية مدعاة للسخرية من الناس، وأنه أهبل وهطلاوي ومغفل ودرويش. حتى ما نتعلمه نتعلمه من أجل الناس. لا، لست مستعدا حتى أنا أتعلم ولا أن أتعب نفسي. ما لم أكن مقتنعا بهذه الطريقة، أنا سأتعلم ما أريد، ما يريحني، ما يفعلني بالتكامل، ما يفيدني. ولست مستعدا أن أقول وأدلي أيضا ما يريح غيري وما يرضي غيري. أسمع هذا، بالأمس استمعت إلى قيادة إسلامية كبرى أيها الإخوة تتحدث في الفضائيات. شعرت من أول حديث إلى آخره أن الرجل حديثه لا يصلح إلا لفئته، إلا لأهل مذهبه وملته. هذا فاشل، هذا مستحيل. هذا يبشر بعالمية الإسلام؟ حديثك هذا لا ترضى عنه إلا فئة ضيقة، لا يرضى عنه سائر المسلمين. كيف يرضي العالمين يا حبيبي؟ مسكين هذا، وهو علامة كبير في آخر، يعني نسأل الله يمد في عمره، ربما في آخر عقد، من شيخ كبير طاعن في السن. مسكين، لن يتعلم، لن يفهم. حدثنا أحد الأطباء النفسيين أيها الإخوة عن رجل، عن شاب كان يتمنى أن يعيش عازف كمان، يحب هذا، يحب الفن، مش عيب، ولكن إرضاء لوالديه اصطنع المحاماة، درس القانون صار محاميا لكي يفخر به والداه. ملايين يعني يفخر به فلان وعلان، حتى والديه. كيف تخلى عن تفضيلاتي، عما يريحني أنا، ما لم يكن مأثما. ولما تقدم به العمر قليلا أيها الإخوة ظهر ورم في دماغه في المخ، وأخبره الطبيب المختص المعالج أن أمامه سنة واحدة سيقضي بعدها. فقال: لا بأس، سأعيش هذه السنة أعزف على كماني. بدعي ستفضيلات الآن، خلاص عاد عشت لكم وأعطيتكم حياة، انتهينا. قصة مؤثرة وعجيبة. طبيب نفسي يقصه علينا. قال وفعلا انتحق بفرقة وبدأ يعزف على الكمان. وبعد سنة، العجب العاجب أيها الإخوة، اختفى الورم من دماغه. كأنه هذا احتجاج من الجسم، أرهقتني. لا تؤخ نفسك، إذا شعرت بالضعف أعرف عن هذا الضعف، أعرف لإخوانك، لأحبابك، لزوجتك، لأولادك. إذا شعرت بالفخر أعرف عنه، يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. العجيب أن علماء النفس يوصلنا أحيانا بأن نبالغ في تقدير أنفسنا، ما رأيكم؟ يقولون من علامات الصحة النفسية والعافية البدنية والنفسية أن تأتيك نوبات تبالغ فيها، مش بطريقة طبعا بارانوية اضطهادية، لا، بطريقة معقولة، أن تبالغ فيها في إظهار الثقة بنفسك وبإمكاناتك. افعل هذا أحيانا، لا بأس يا سيدي، لا بأس، افعل هذا، عش طبيعيا، لا تستنزف الطاقة في التزييف والتمثيل. صحيح؟ شيء متعب جدا جدا. نسأل الله أن نكون من الصادقين، وأن نعيش بصدق، وأن نصدر عن صدق وبصدق. اللهم اهدنا واهدي بنا، وأصلحنا وأصلح بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،
وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك المهديين أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اغفر لنا ما كان منا وأحسن إلينا فيما بقي من أعمالنا، واعصمنا واحفظنا من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وحد صفوف المسلمين، ووحد كلمتهم، ووحد قلوبهم، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، وأذهب عنهم الغلة والأحقاد والثارات برحمتك يا عزيز يا غفور يا رحيم إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم.